موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن يعلن إلقاء الشرطة القبض على امرأة مسؤولة عن قتل الطفلين في مخيم أطمة بريف إدلب وفق ما أفاد به مراسل حلب اليوم. مقتل 5 عناصر من لواء الباقرة التابع للميليشيات الإيرانية بانفجار لغم أرضي في بادية أثرية قرب جنوب شرق حلب وفق شبكة فرات بوست. مقتل رجل وطفل وإصابة طفل آخر بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في بلدة حمورية في غوطة دمشق الشرقية وفق ما أفاد به مراسل حلب اليوم. الفرقة 18 التابعة لقوات النظام تخلي مواقعها العسكرية في بلدة شنشار بريف حمص الجنوبي لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية وفق ما أفاد به مراسل حلب اليوم. الجيش العراقي يعلن إلقاء القبض على مجموعة من عناصر تنظيم الدولة في بادية الروضة بريف دير الزور الشمالي في عملية أمنية على الحدود السورية العراقية. نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يقول إن العلاقات بين المسؤولين العسكريين الروس والأتراك في سوريا تنمو بشكل فعال وفق وكالة الأناضول.